أجمل تحية لكل متابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. أقدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج ابتداء من يوم السبت القادم المصادف للثاني والعشرين من شهر أبريل نيسان إلى الجمعة الثامن والعشرين من نفس الشهر. الصدارة إلى مواليد برج العقرب مع ارتفاع إلى كل من الحمل، الجوزاء والجدي، وانخفاض إلى أبراج السرطان، الأسد والميزان. في بداية الأسبوع سنشهد ارتفاع إلى مواليد برج الحوت، وفي وسط الأسبوع ارتفاع إلى مواليد برج العذراء مع انخفاض إلى مواليد برج الدلو. أما في نهاية الأسبوع فسنشهد ارتفاع إلى مواليد برج الثور مع انخفاض إلى مواليد برج القوس. الحمل يحسم أمرا هام. الثور لديه فرصة متاحة للسفر. الجوزاء يستنشق الصعداء. أما السرطان فيصاب بالإحباط. مولود الأسد قلق متذمر. والعذراء نحو تحول عاطفي إيجابي. الميزان يختلف مع الشريك. والعقرب قمة في النشاط والحيوية. مولود القوس تزداد مصاريفه. والجدي ينتظر مفاجأة. أما الدلو فيواجه صدمة. والحوت لديه لقاء مميز. مولود برج الأرنب الصيني يصاب بخيبة أمل. ومولود برج البجعة الهندي عليه الحذر من المقربين. وأخيرا مولود برج شجرة الدردار الدرويدي عليه الاهتمام بصحته.